وان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي طلاب الصف الأول الثانوي، النهارده إن شاء الله عندنا أول درس أدب هو النثر أو الشعر في العصر الجاهلي. الشعر في العصر الجاهلي، بص يا النهارده إن شاء الله هناخد ترتيب العصر الجاهلي. يعني إيه أصلا العصر الجاهلي ويعني إيه أدب يعني الكلام ده؟ معنى كلمة العصر الجاهلي هو العصر الذي ذاق الإسلام، العصر ما قبل الإسلام. طيب تعال ناخد شوية معلومات كده سريعة عن الموضوع. تعالوا نشوف معلومات سريعة ولا لا؟ بص شوف لما جينا نقسم الأدب، والأدب هو الشعر والنثر اللي عندنا وهنتكلم عنه بالتفصيل، حبوا يقسموه. أنا أحسن تقسيمة ليه؟ نقسمه تقسيم زمني. قال لي يعني إيه تقسيم زمني؟ يعني نبتدي بيه العصر ما قبل الإسلام، وبعد كده صدر الإسلام، وبعد كده أموي، بعد كده عباسي، بعد كده حديث. يبقى إذا حسب ترتيب فترة زمنية. إحنا النهارده إن شاء الله عندنا عصر ما قبل الإسلام سميناه العصر الجاهلي. سميناه العصر يا شباب؟ سميناه العصر الجاهلي. طب العصر الجاهلي ده من إمتى يا شباب؟ العصر الجاهلي ده من أول يطلق على الفترة اللي سبقت الإسلام بحوالي 150 سنة تقريباً. يبقى سبق الفترة اللي سبقت الإسلام بحوالي قد إيه يا شباب؟ 150 سنة تقريباً. ليه سموه عصر الجاهلي بقى؟ يعني ليه سموه عصر الجاهلي؟ قال لي الناس فيه كانوا يعيشون في فترة جهالة وفوضى، عايشين في جهل وإيه؟ عايشين في جهل وفوضى، يبقى سميناه عصر جاهلي لأن الناس عايشين في عصر جهل وفوضى. تعالى نشوف هناخد الأسئلة دلوقتي بالتفصيل. هنا بقى العصر الجاهلي ده هو أطول من كده، يعني قبل 150 سنة، لكن إحنا أول أدب وصل لنا من 150 سنة ما قبل الإسلام. يبقى إحنا قلنا أول سبب، يبقى إحنا قلنا كده ليه سميناه عصر جاهلي؟ لأن أول حاجة وصلت لنا دي او لسه 150 سنه ولا ايه؟ حد 150 سنه دي اول حاجه وصلت لها. طيب قلنا لسه مو الاسم ده، اولا انتشار الفوضى والجهل. انتشار ايه يا شباب؟ انتشار الفوضى والجهل، فوضى وجهل كتير، عدم استخدام العقل، مش بيستخدموش العقل في كل وقت، التصرف في حكم في الحكم على الامور، امور بينهم او اي امر بيتصرف في حكمه، قيام الحروب لاتفه الاسباب، دي اقل حاجه، اخطر حاجه ولا ايه؟ قال يعني ايه؟ قال يعني ايه الكلام ده؟ يعني حروب لاطفئ الاسباب، تخيلوا معانا يا رجاله ان حرب تستمر 40 سنه، حرب مده 40 سنه عشان جمل شرب من بير، يعني جمل شرب من بئر، تستمر الحرب بين قبيلتين مده 40 سنه، يبقى حروب اطفئ الاسباب حروب شديده، قال حروب قويه. حلو؟ فهمنا يعني ايه عصر جاهلي وليس من الاسم ده؟ طيب عندنا حاجات بقى، البيئة الزمنية والبيئة المكانية لهذا العصر، عندي بيئة حاجات غير زمنية، عايزين مكانية. أنا شايف ده المكانية اللي شبه الجزيرة العربية حاليا، شبه الجزيرة العربية حاليا اللي هي دلوقتي السعودية والإمارات والكويت والدول دي. قال لي شبه الجزيرة شبهناها شبه جزيرة طبعا بعيد بها المياه من ثلاث نواحي. طيب دي بقى خمس أقسام وده سؤال مهم، تهامة، الحجاز، نجد، اليمن، اليمامة. تهامة، الحجاز، نجد، اليمن، اليمامة. يبقى تهامة، الحجاز، نجد، اليمن، اليمامة. دي الأقسام بتاعة شبه جزيرة عربية في هذا الوقت. طب كده خدنا بيئة زمنية، بيئة مكانية، حياة اجتماعية. قال لي الحياة الاجتماعية كانوا عايشين حاجتين، أهل مدن وأهل حضر. أهل إيه؟ أهل مدن وأهل حضر. أهل الحضر دول الناس اللي عايشة على أهل الحضر، الناس اللي سكان المدن. اللي هم زينا كده عايشين في القاهرة وعايشين في الجيزة، هم عايشين كده زي أهل اليمن وأهل مكة، أهل مدن، أهل مدينة، الناس عايشة في مدينة. طبعا بالعهد كده هيعتمدوا على إيه؟ أهل مدن صناعة وتجارة وزراعة، زراعة وصناعة وتجارة، ناس هتتاجر وهتصنع وهتزرع وتبيع. طيب النوع الثاني من أهل من سكان الجزيرة العربية أهل بدو. بالعهد كده البدو دول اللي هم بينتقلوا مكان لمكان بحثا عن الرعي، يبقى دول ما لهمش مكان ثابت، النهارده في ميه في المكان ده هيعيشوا فيه، الميه ما جاتش هيروحوا او ما مطرتش مفيش امطار هيروحوا مكان ثاني يعيش فيه، يبقى هم ينتقلون من مكان الى مكان بحثا عن الرعي، اكيد حياتهم الاساسيه يعتمدوا على الرعي، طبيعي زي ما احنا قلنا. طيب قال يا شباب ان العرب في الوقت ده عرفوا به شيء من نبيل اصوات كويسه زي ايه؟ الفروسيه والشجاعه والصبر والكرم ونزاهه الاعداء وفاء لجنه المنفعين، كل الشباب صفات العرب القدامى عرفوها صفات كويسه. طيب هنا اصل العرب، اصل العرب شبه حاجتين،
عدنانيين قحطانيين، عدنانيين والقحطانيين. عدنانيون دول ابناء عدن ساكنين في الشمال، ابناء سيدنا مراد سيدنا اسماعيل. القحطانيين عرب الجنوب اللي هم في اليمن. يبقى في الشمال العدنانيون، في الجنوب القحطانيون. ادي الاصل العرب في الاثنين. الباب عليه ادي العرب عرفوا معارف كتيره برعوا فيها زي الفراسه، وهي الاستدلال بهيئه الانسان على اخلاقه. يعني اشوف مسيو ابراهيم اعرف من شكله اخلاقه كلها، اشوف بني ادم او اشوف انسان قدامي اعرف من شكله اخلاقه. دي اسمها علم الفراسه وكانوا مشهورين بيها، علم القيافه. وده الاقتداء بالاثر، يعني بيعرفوا من خلال اثار الاقدام اللي كان ماشي ده كبير ولا صغير ولا قصير ولا طويل، تخين حامل مش حامل، بيعرفوا كل الكلام ده من خلال خطوه الرجل. حلو الكلام؟ طبعا عرفوا الفلك وعرفوا علم البلد، علم الحيوانات، الكلام ده محتاج لها حاجه، محتاج لها حاجه. البيئه الدينيه. انا شباب العرب من ناحيه البيئه الدينيه كان عندهم ديانتين موجودين بقله، اليهوديه والنصرانيه. يبقى الديانات اللي كانت موجوده عندهم هي اليهوديه والنصرانيه، دول معروفين عندهم. كان تقريبا معظم اليهود في يثرب اللي هي المدينه المنوره قبل الاسلام، ومعظم النصارى كانوا موجودين في نجران. لكن طبعا معظم سكان الجزيره العربيه كانوا عبدة اصنام، كانوا مثليين لعبود الاصنام، وعبود الشمس والقمر واصنام والكلام ده. حلو؟ طبعا دي مهنه انتشار الدعوه الاسلاميه. عندي بعد كده شباب الادب، البيئه الادبيه. العرب برعوا في الشعر والنثر، برعوا في الشعر والنثر، وكان الشعر بيصور كل حياتهم وعندهم وتقاليدهم وكل حياه عندهم. وعشان كده عملوا معارض شعريه او عملوا اسواق للشعر زي سوق عقاف، ذي المجنه، ذي المجاز، وده كان بيبقى في موسم الحج. حلو؟ في مشكله بقى في الكلام ده؟ عندي بعد كده كلمه ادب. كلمه ادب يا شباب استعملت معانا كتير. ادب يقول الواد ده مؤدب، يعني عنده اخلاق، يبقى ادب يعني حسن اخلاق. يبقى لما اقول لك يا مؤدب منك له، يبقى انتوا كده عندكم اخلاق. ادي اول معنى ليها، وده المعنى اللي احنا عارفينه. لكن في ادب تاني المقصود بيه الشعر والنثر. الشعر والايه؟ والنثر. ايه الفرق بين الشعر وبين النثر؟ الشعر شعر اسمه كلام موزون مقفى، يعني كلام له وزن وله قافيه، زي النصوص اللي بناخدها له وزن وله قافيه. يعني ايه قافيه؟ يعني اخر حرف في النص كله شبه بعض، او الشعر شبه بعض. اسمه كلام موزون مقفى، بيعبر بيه الشاعر عن عواطفه واحساسه. يبقى كلام موزون مقفى الشعر بيعبر بيه عن عواطفه وعن احاسيسه. يبقى الشعر بيعتمد على حاجه اسمها الوزن والقافيه. اما النثر يا شباب بيميل اسلوب برضه بيعبر بيه الكاتب عن افكاره، لكن ولا بيعتمد على وزن ولا قافيه. يبقى اسلوب بيصور بيه افكار اديبه، انا عزلت الاديب افكاره، غير معتمد على وزن ولا قافيه، بيميل التخيل والبشر. العرب عرفوا الشعر والنثر واهتموا بيهم، وكان بيقيموا احتفالات قوية لملوك شاعر أو ذو شاعر منهم. يعني بيظهر شاعر عند العرب كان بيهتموا بيه، بيحتفلوا كده ليه؟ لأنه كان المسجل على حساب قبيلة، يعني القبيلة لو انتصرت هو اللي بيعالج، لو القبيلة انتصرت هو اللي بيعالج شكل الانتصار، لو القبيلة اتهزمت هو اللي يقول احنا هننتقم واحنا هنحارب واحنا هنرجع واحنا هنسترد. يبقى هو اللي ايه؟ عبارة عن زي وزير إعلام بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للدولة أو بالنسبة للقبيلة. فعشان كده كانوا بيهتموا بيه. طب احنا ندرس ادب الجاهليه ليه؟ قال من خلاله هنعرف ازاي العرب كانوا عايشين، ازاي العرب كانوا عايشين حياتهم كلها. في مشكله يا جماعه في الكلام ده؟ ونعرف حياتهم، تصوير حياتهم حياه كامله. وكده خدنا مقدمه الادب في العصر الجاهلي. ان شاء الله هنكمل الفيديو الثاني، او ان شاء الله باذن الله الدرس الثاني هو ايه هي اهم اشكال الشعر في هذا العصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.